هو طالب جامعي بجامعة تكريت، يداوم سبت وأحد واثنين وينزل ثلاثاء وأربعاء وخميس، يشتغل وياي بالشركة زين، ونهار الخميس صار هذا الحادث. هو قضاء وقدر، ونشكر القوات الأمنية كافة، ونشكر جهد الدفاع المدني الذي بادر مبادرة كبيرة وبقى ويانا إلى الساعة 4 بالليل، طلع ابني من جو الإنقاذ وما عافونا. هو رجال يشتغل أجور يومية، يجي له نهار ثلاث يشتغل ويمشي، فالضمانات البشركة أن تكون المن للدائمي. احنا هاي التحقيقات الامنيه ماشيه ساريه، فالقانون هو اللي ياخذ مجرى وما عندنا اي شيء، واحنا اولا نرجع نقول قضاء وقدر. المرحوم هو النجار جاسم محمد صالح. جاسم محمد صالح هو النجار، وهاي صار له 4 سنوات يشتغل بالمشاريع مال المجاري، واشتغلوا بيارمجة هذا المشروع، بس الصبة أخير صبة يصبونها وصارت الكارثة. وجاسم هذا توفى خطية، عنده 3 أطفال وزوجة، والخشب مطلوب خشب بالسكلة أكثر من 60 مليون، هو ساعدين برقبته وهو مات، وخشبه راح على النهار، والحفارات اشتغلت فوقه وكله تكسر وصب. نحمل المسؤول الشركه، لازم اكون هم ما صبوا الجسور حتى يقعد الخشب ينوزن، صبوا تدريجيا جهه، ما موجود ونهار الخشب راح. مطالبتنا التحقيق العادل من محافظ نينوى وقائد الشرطه ان ينصفون ذولا، لان الشباب الراحة وراهم عوائل واطفال ونسوان وذول المكسرين بالمستشفى. والله العظيم اقسم بالله العظيم هاي الكمامات مال اكسجين اللي راح نشتريناها من برا، ايها الطبق مال اكسجين حطوا على وجوههم، وبالله اشترينا اكثر من 10 بالمستشفى، احنا ماكو شيء بالمستشفى، بس الدكاتره ويمين ويسار كل شيء ما عندهم. والله احنا رسالتنا الى الحكومه، الى رئاسه الوزراء اولا، وثم رسالتنا الى محافظ نينوى، ثم الى قائد شرطه نينوى. ضمان اجتماعي ماكو، اهمال من جهه الفساد، انا لا اعلم بالفساد، ولكن اهمال من جهه العمل، لان المهندس ما استلم الموقع ما يوافق على الصب الا ان يستلم الموقع. ونطالب اخويا صالح محمود صالح بالمستشفى، يحتاج الى 6 عمليات 5 عمليات، الاورده الرباطات مال رجله ركبته انسحقت، كتفه راح انسحق، فاحنا نريد حقوقهم. وابن عمي الاخر عمر ابراهيم احمد مكسور ظهره، طلعوه على مسؤوليته من المستشفى سحب البيت، لا حول ولا قوه الا بالله. وثلاثة توفوا، واحد ابن عمي جاسم، وابن عمي الآخر بسمان، والرجل الآخر طالب مدرسة، طالب جامعة، يعني طالب جامعة عطلة يروح يشتغل حتى يعيش عايش عائلته، وراح مات من هالصلاح الزراعي. المهندس اللي استلم الشغل شلون ينطي أمر صب ها وهو ما موجود، ما موجود المهندس، على أي أساس يصبون؟ صار له ما صحيح، شنو ذنب هذول المكاسير؟ شنو هذول توفى وراحوا وراهم جهال؟ أريد تحقيق، اريد تحقيق بالمقصر وانصاف هذول اللي راحوا توفوا اللي فجعوا اهاليتهم، واريد انصاف هذول المكاسير. عدم وجود المهندسين الاثنين الموجود، عدم وجودهم موقع العمل، لازم يكون تناسق بتوزيع المواد المطروحه فوق البنايه، وعدم وجود المهندس ادى الى انحصار الاسمنت والمواد بمنطقه معينه، ادى الى تخلخل موجود. اثنين،
عدم وجود السكلات الأصلية، استخدموا السكلات الخشب. المفروض يستعملون اليوهيد والدوكا بهيجي مناطق، وسكلات حديدية طبقات طبقات، وشروط السلامة أي شروط سلامة ما عندهم. فإحنا نحمل المسؤولية للمهندسين المشرفين. والله إحنا رسالتنا للمحافظ السيد المحافظ أريده يتابع بنفسه، يتابع هذا الشيء ويتابع الفساد والناس المفسدة. إذا الشركات الفاسدة ممنوع تأخذ شغل بعد هذا الشغل. طبعا نريد حقوقنا ونريد التعويض المقصرين، الشركة المنفذة والمهندس المقيم واللجنة المشرفة على العمل.